انا الاهلي اللي كنت موريهم الرعب كله في الدوري، انا الاهلي اللي كنت ماسك كل فرق الدوري المصري مديها تلاتات واربعات، اجي اخد تلاتة على وشي من بيراميدز ايه؟ وفي الاخر انا كل اللي حارقني وكل اللي مضايقني اللي انا اخسر تلاتة من بتوع الطموح دول، انا اخسر من اي حد الا دول الا دول الا دول، ما اخسرش منهم ابدا، ولكن اخسر تلاتة اخسر تلاتة، حلم الدوري الله هزيمة خلاص، الطموح قتلته خالص. يا جدعان ايه يا جدعان بجد؟ هو الاهلي كان ماله النهارده؟ نفسي اعرف بس سؤالي، الاهلي كان ماله؟ انا حاسس كل لعيب بيلعب في وادي، كل لعيب في وادي غير التاني. هتقول لي يا عم انتوا كسبتوا الدوري بقى انت هتوجع دي، اقول لك يا باشا انا كده، انا الاهلي كده، انا بحب اكسب، انا عندي طموح وعندي اهداف تانية، انا كنت عاوز اقفل الدوري ده الدوري بدون هزيمة. انت بقى غير كده انا مش دعوه بيك. انا هتقول لي وش امام وحش عليك، احنا مالناش دعوه بالحوار، انا مش هنعرف كل النغمات، هتقول لي باعها ومش باعها، اقول لك اقعد ساكت بقى، احنا خلينا نتكلم كوره. سؤال بس، سؤال سؤال بس، خلاص الواحد تعب، الواحد تعب النهارده. هي الكوره مالها؟ مش عاوز تخش ليه الكوره؟ مش عاوزه تخش ليه؟ فهموني فهموني. ده حتى لما جتني ضربه جزاء، يا حسين يا شحات، يا حسين يا شحات، انت عامل موسم جامد جدا، ولكن انا ما شفتش لعيب في الدنيا جاب ضربه جزاء وخد الكوره ومصر ان هو يلعب ضربه جزاء وجابها، اي حد بيضيعها في المنظر اللي انت كنت فيه ده اي حد يضيعها، لانك يا حسين منفعل، لانك يا حسين عاوز تجيب جون، فكنت سيبها لاي حد، سيبها لاي حد، اديك ضيعتها يا حسين، اديك. هتقول لي ما حتى لو كانت جت مش تعمل حاجه، ولكن يوم ما اخسر اخسر ثلاثه، اخطاء فادحه في الدفاع، خطا من عبد المنعم، تاني جون انفراد كده، ياسر ابراهيم وعبد المنعم شوارع يا باشا شوارع. ليه يا جدعان؟ ليه كده؟ ليه كده؟ ليه تقتلوا الحلم اللي احنا كنا عاوزين نعمله دوري بدون هزيمه؟ فانا مش عارف، انا مش عارف الصراحه. القصه هنا فين المهاجم بقى؟ المهاجم يعني نبدا نشتغل على المهاجم حرفيا، نبدا نشتغل على المهاجم حرفيا، عشان خلاص خلاص بجد لازم المهاجم يجي، لازم ويكون مهاجم سوبر، اللي هو يعني في كام كوره جه، يعني في كام كوره جت لمحمد شريف هي تخلص من لمسه واحده، اللي هو لمسه تلطشها بسن الجزمه كده جون، لا محمد شريف اللي هو يسلم ويستلم ويلف ويدور ماشي. القصه انا مستغرب، انا مستغرب حرفيا. فبجد لازم نفوق بقى، عندنا الماتش الجاي يوم الاربع المصري، انا كان نفسي اقول اهو كده الدوري خلصان، كده الدوري خلصان وخارجين من الموسم مباريات كتيره جدا جدا جدا، وكنا عندنا هدف ان احنا نحقق دوري بدون هزيمه، ولكن النهارده انا شفت دفاع النادي الاهلي كل واحد في وادي. هتقول لي ما في نص اللعيبه مريحه، انا عارف ان بيرسيتاو وكهربا وعلي معلول وكل الليله دي ومحمد هاني كل ده مريح عشان خلاص الدوري اتقفل، واقول لك ماشي، بس انا كاهلي انا بحب، انا كده انا بحب اكسب الدوري بدون هزيمه، ولكن الحمد لله الحمد لله. وعاوز اقول لك يا بيراميدز هنتقابل تاني، هنروح من بعد فين؟